نعود لأخذكم في الساعة الخامسة. ابقوا بعيدين عن المشاكل. مع السلامة. نراك لاحقاً. مع السلامة. هيا. في منتصف مجموعتنا الشمسية وعلى بعد 149 مليارا و597 مليونا و870 ألف و800 متر أو لحظة، هل كانت 700 متر؟ أجل صحيح. إذن هل تفكرون بما أفكر به؟ وعلى بعد 149 مليارا و597 أظن أنه علينا أخذ هذا. أجل صحيح. متأكد؟ فلنأخذها. ظننتهم قالوا إن البدلات جاهزة. جهاز المحاكاة يبدو حقيقياً. أجل، دعونا نجرب إن كان قريباً للواقع. يبدو حقيقياً جداً. كأنه يعمل بالفعل. بصراحة هذا عجيب. هذا أفضل جهاز محاكاة رأيته يوماً. بالتأكيد سآتي غداً. من مركز المراقبة إلى نصر ثلاثة. نصر ثلاثة حول. حتى أنه يحاكي مركز المراقبة. هذا الشيء عجيب. أنا بالتأكيد سآتي إلى هنا كل يوم حتى. لا لن تفعل. اسمعوا وتمالكوا أعصابكم. أنتم يا أولاد الآن في الفضاء الخارجي. إنه يسمع ما نقول. أجل أسمعكم، وأحتاج إلى أن تسمعوا الكلام الذي سأقوله. هذا شيء مهم جدا. هذا الجهاز يتفاعل معنا. عجيب. هذا أمر غير معقول. هذا يكفي، توقفوا، هذا ليس جهاز محاكاة. وأنا لست جهازا صوتيا يا شباب. أنتم في مركبة فضائية حقيقية، وأنتم على وشك أن تضيعوا في الفضاء. اهدأوا قليلاً، لا تخافوا. اسمعوا تعليماتي فقط، ونحن سنعيدكم إلى الأرض سالمين. لكن هناك نقطة مهمة للغاية. هل ترون الزر الأحمر بالقرب من السماعة؟ لا تضغطوا عليه. أكرر، لا تضغطوا أبداً على الزر مهما كان. انقطع الاتصال، نحن وحدنا في الفضاء. مهلاً، يجب أن لا نخاف، يجب أن نركز لنعرف كيف سنعود. ما كان هذا؟ يبدو أننا ارتطمنا بمحطة فضائية. بالتأكيد سنجد فيها أحداً يساعدنا لنعود إلى الأرض. النار، دخلاء، النار، دخلاء. يا دخلاء، عرفوا عن أنفسكم. مرحباً، نحن لسنا بدخلاء. حسناً، أنا فقط. أمسكوا به. حسناً، حالما ننزل سوف. هل يمكن أن تستمع إلينا؟ لا نريد أن نؤذي.
رأيك؟ هل يوجد أحد هنا يساعدنا لنعود إلى الأرض؟ أنا الوحيد هنا، ساعدوني لكي أقف. ظهري يؤلمني. سأساعدكم على إعادة مسار المركبة، لكن علي أن أتذكر كيف أفعل ذلك. الروبوتات لا تنسى. لا، أنا هنا منذ زمن بعيد، لدرجة أن بعض القطع تحتاج إلى التحديث، كما هو حال المحطة. لم يزرنا أحد منذ ذلك الوقت لإصلاح الأعطال الموجودة، وكان من المفترض أن يزورنا رائد فضاء ليقوم بذلك، ولكن بما أنه لم يأتي فإن المحطة تمت برمجتها على التدمير الذاتي. متى؟ التدمير الذاتي سيبدأ خلال 45 دقيقة. يمكنك إيقافه؟ طبعاً، كل ما أحتاجه هو إدخال كلمة السر. التدمير الذاتي سيبدأ خلال 10 دقائق. لحظة، لقد تذكرت الآن. التدمير الذاتي سيبدأ خلال 5 دقائق. سأجرب واحداً. توقف! أحاول فقط تعديل مسار المركبة لكي نعود، وبسرعة. هذا أمر بسيط. التدمير الذاتي سيبدأ خلال 3 دقائق. هل هناك مخرج من هذه المحطة؟ توجد كبسولة، ولكنها معدة للطوارئ فقط. التدمير الذاتي سيبدأ خلال دقيقتين. يجب أن ننفصل. يجب أن يكون هناك كتيب تعليمات، ابحثوا عنه. التدمير الذاتي سيبدأ خلال دقيقة واحدة. وجدتم شيئاً؟ بسرعة! أعتقد إذا رفعنا هذه العتلة. لا! لم يكن هذا سيئاً، لكن ماذا سنفعل الآن؟ 10 ثواناً. 9، 8، 7. يجب أن نبتعد عن المحطة قدر استطاعتنا قبل أن. 3، 2، 1. استعدوا لدخول الغلاف الجوي. مشكلة كبيرة! لا أصدق ما بدر. أبي. بدر بني. أبي. شكرا لأنكم عدتم بدر. اعتقدنا أننا خسرناه إلى الأبد. أنت تعرف هذا الروبوت؟ أعرفه، أنا الذي صنعته، وأنا مدير مركز الفضاء هذا، وبدر كان في مهمة جمع معلومات جديدة عن الفضاء، لكن انقطع الاتصال معه، وتم إهمال المشروع، وبقي لسنوات في الفضاء، لكن بعودته الآن، بالتأكيد سيفيدنا بمعلومات مهمة، ولا تقدر بثمن. ماذا يحدث هنا؟ قصة طويلة. حسناً، أخبروني.
لا تقلقي، ستسمعين الأخبار قريباً في كل مكان. اصطدت شيئا ما. هل تصدق؟ حذاء آخر وسيكون لديك زوج لترتديه. جدي، هناك الكثير من النفايات في الميناء. ينظمون حملة لتنظيف المكان، لكن يا بني طريقهم طويل. نجح. يبدو أنني قد اصطدت سمكة كبيرة. ها؟ يبدو أنها مقاس 14. يبدو أنك اصطدت وحشا حقيقيا يا عبيد. لا، انقطع الخيط. يا للأسف، لا بأس، ستعوض ذلك. لقد ظننت أنني أخيرا اصطدت الوحش. كان كبيرا بالفعل، ولكن ليس وحشا. هل سمعت يوما عن وحش الغطيس؟ ها؟ عندما كنت شابا كنت أغوص من أجل اللؤلؤ في بحر الغطيس. كان ذلك متعبا حينها، لكن الرزق كثير. حتى ماذا؟ حتى جاء الوحش. كان بضخامة شجرة النخيل، وكانت أسنانه تبدو كالمنشار. رأيته مرة واحدة في حياتي، ولا أنسى عينيه اللتين كانتا. هذا يكفي يا صديقي، لا تملأ رؤوس الشباب بقصصك الخيالية الغريبة، هذا لا يجوز. هذه ليست قصصا خيالية، أنا رأيت ذلك الوحش كما أنت تراني وأراك الآن. لقد كسر مركبي إلى نصفين، وأنا متأكد 100% أن هذا الوحش كان يحرس كنز الغطيس. جدي، أنذهب إلى هناك؟ نذهب، ولم لا؟ نلتقي عند المركب غدا صباحا. حسنا، مستعدون للمغامرة؟ مستعدون. إذا بعنا اللؤلؤ نستطيع أن نجمع المال ونستخدمه لتنظيف الميناء. الحمد لله، وصلنا يا شباب، وصلنا. هيا يا شباب استعدوا. خذوا السلال، جمعوا فيها المحار. خذوا الكبيرة منها، فالصغيرة ليس فيها لؤلؤ، اتفقنا؟ حاضر جدي. ما رمى هذا القدر القديم في البحر. هذه كمية جيدة، حاولوا ستعتادون ذلك بسرعة. هيا نعد إلى العمل. لم تجمع الكثير. وجدت هذا السرطان. أظن أنه هو الذي وجدك. شباب، وجدت مكاناً فيه الكثير من المحار، المئات أو ربما الآلاف، وبالتأكيد البعض منه فيه اللؤلؤ.
أحسنت، أحسنت يا منصور، أحسنت. ولكن كيف وجدت هذا المكان؟ أرشدني إليه أخطبوط. الحقوا بي، سأريكم مكانه. كانت عيناه مخيفة. عن ماذا تتكلمون؟ الوحش يا جدي، إنه حقيقي وليس قصة. كان سيأكل تركي. قلت لكم ليس هناك شيء اسمه وحش في البحر. الأشياء في البحر يا صغاري تبدو أكبر من حجمها. ربما رأيتم ثعبان بحر أو شيء. هذا هو وحش ال وحش البحر. جدي، أنت بخير؟ أنا بخير، بخير. يجب أن نخرج من هنا بسرعة. اسحبوا المرساد وسأشغل المحرك. المرساد عالقة. سالم، عبيد، تعالوا ساعدونا. يجب أن أنزل وأرى ما هي المشكلة. الوحش يمسك بها، يريدنا أن نبقى هنا. سنهتم بأمره لاحقاً. تمسكوا. الوحش يسحبنا إلى الداخل. دعونا نحاول إخافته. هذه فكرة ممتازة يا منصور. يبدو أنه فقد صوابه. لا يا عبيد، ليس هكذا، انظر. اسكتوا لنرى إذا نجحت الخطة. ما هذا؟ لؤلؤتي، نسيتها تماماً. رائعة، أكبر لؤلؤة رأيتها في حياتي. لن تفيدنا بشيء إذا أكلنا الوحش. فعلاً وجدتها اللؤلؤة. منصور، منصور، ارمي اللؤلؤة على الوحش. عبيد، صحيح أنها لؤلؤة كبيرة، لكنها ليست ضخمة جداً. نحتاج إلى شيء أكبر، أكبر من حبة اللؤلؤ هذه. لا لا لا، اسمعوا، تتذكرون ماذا قال الصياد العجوز؟ الوحش يحرس كنز الاغطيس. ماذا تقصد يا عبيد؟ أقصد أن الوحش ربما يريد منا أن نعيد إليه اللؤلؤة. كلام عبيد قد يكون صحيحاً. عبيد، أصبت في تفكيرك. سالم، بسرعة، تعال واسحب معي. نجحنا. الوحش ترك المرساد. ممتاز، فلنذهب من هنا الآن. فكرتك ممتازة يا عبيد. شكرا لك، شكرا يا منصور. أنت تعرف جيدا أنني ذكي جدا ووسيم أيضا. من الآن فصاعدا
سأستمع إلى قصص الصياد العجوز. الآن نحن لدينا قصتنا لنخبرها يا جدي. على الأقل لدينا 5 محارات، وهذا القدر القديم أيضاً. أين وجدتم هذا القدر؟ هذا الشيء الصادق؟ عظيم. عظيم؟ لا تبدو عليه العظمة. هذا الشيء الصادق يعود إلى العصر البرونزي، عمره أكثر من 4000 سنة. أستطيع أن أعرف هذا الشيء من النقوش عليه. 4000 سنة؟ كعمري أنا تقريباً. هذه القطعة قيمتها لا تقدر بثمن، وطبعاً مثل هذه القطعة مكانها في المتحف. تعالوا معي كي نسلمها إلى المتحف وتأخذون مكافأتكم. مكافأة؟ أكيد، طبيعي ألا ندع علماء الآثار الشباب مثلكم من دون مكافأة، أو ما رأيكم؟ يا سلام! وجدنا كنزنا، نستطيع الآن أن نساهم في تنظيف الميناء. الحر شديد. أنا أحترق بسرعة يا نانو. آسف يا شباب، لكن المكيف معطل، سيأتي المصلح الآن. نانو؟ ارتفعت حرارة دوائر نانو، يجب أن أشحن بطاريته. كيف يمكن أن يحصل هذا؟ حتى عيناي تشتعلان. حرارة جسمك مرتفعة، ابقى بعيداً يا عبيد. اختراعي الجديد جاهز، هو سيقضي على الحر. ما هذا؟ خلاط؟ يمكننا أن نصنع العصير المثلج. هو ليس خلاطاً بمعنى خلاط، هو في الواقع مولد للبرد، وأنا سميته زمهرير. زمهرير؟ هذا لا يهم، من الأفضل أن أريكم. أحتاج إلى بعض الثلج. الحشيش بارد جداً. جهاز الزمهرير عبارة عن مفاعل انشطار مصغر، لكن بالعكس. لقد أضعتني يا منصور. اسمع، الطاقة عادة تكون حارة مثل الشمس، خصوصا اليوم. ونستطيع أيضا أن نسخر الطاقة الباردة. إذا عمل جهاز الزمهرير فسيحول مكعبات الثلج هذه إلى مبردات خارقة. شيء عجيب، لكن هذا إذا عمل. ثق بي يا سالم. عجيب. يا سلام. هذا ثلج. في الهدف. أصبتك. نحن آسفون يا خلود، لم نقصد أن نصيبك. لا 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 لا، هذا عادي جدا، أنا مستغربة فقط، كيف تثلج في هذا الطقس؟ مولد للبرد؟ أجل، وسميته زمهرير، وبصراحة أداؤه أفضل مما توقعت. انتهى الثلج الذي في الجهاز. بدأ الثلج يذوب. الطقس حار جدا هنا، نحتاج إلى مكان أبرد. ما رأيكم بالمول؟ سنذهب إلى هناك، وأنتم تعالوا معنا، وأحضروا الجهاز معكم. نانو! حسناً، هيا بنا نذهب.
هذا ما أسميه بارداً. عبيد، هل يمكنني أن آخذ كوب مثلجاتك؟ منصور، ماذا تفعل؟ انظر. إنه ثلج بنفسجي وطعمه مثل التوت. مؤخراً أرى أن هناك تطوراً في اختراعاتك الغريبة يا منصور. أحياناً أنجح في ذلك شمة. هذا منصور وأصدقاؤه الفاشلون. فاشلون جداً، صحيح. واختراع جديد فاشل. تعالوا فلنتسلى قليلاً، هيا بنا. أنا شائع. أنت دائماً جائع يا عبيد. ماذا أفعل؟ هذا لأنني نشيط جداً وكثير الحركة، ألا تعرف هذا؟ ذلك المطعم يبيع أفضل شاورما على الإطلاق. أنا أحب الشاورما جداً. هيا لنذهب. هل تصدقين يا خلود؟ هذه أفضل شاورما أكلها في حياتي كلها. مرحباً يا فاشلون ويا فاشلات. ماذا تفعلون؟ أهلاً طارق، ألديك أحد آخر تزعجه؟ لأننا الآن منشغلون قليلاً. كنت أحاول أن أكون لطيفاً، يبدو أن ليس مرغوباً في. لا أرجوك، لا تذهب، نحن نحب الإهانة. تأثرت. لماذا تضيعين وقتك يا شمة مع هؤلاء الفاشلين؟ هؤلاء الفاشلون هم أصدقائي. رد على صوفا. حسناً، كنت أود البقاء معكم أكثر، لكن لدي أمور أفعلها. إلى اللقاء. لا أستطيع أن أتحمل طارق وعصابته. يكفي، انسى أمرها. لقد أحضرت لك كوبا من الثلج. جميل، نستطيع أن نتزمهر قليلاً. جهاز الزمهرير لقد اختفى. ماذا؟ ماذا؟ أين هو؟ بالتأكيد أخذه طارق. نانو، حدد لي موقع طارق. يجب أن نجدهم قبل أن يسببوا مشاكل مع جهاز الزمهرير. حسناً إذن، دعونا ننقسم إلى فريقين. أنا وخلود نبحث عنهم في الأسفل، وأنتم ابحثوا عنهم هناك. حسناً، بعد ذلك نلتقي عند النافورة. حسناً، الجهاز يعمل. الآن لنضع فيه شيئاً. شكراً. انظروا. هذه لعبة الفاشلين، هذا مسلٍ. حسناً، فلنذهب إلى مكان آخر. قطعة الخردة هذه ستخبرهم عن مكاننا. أين ذهبوا؟ انظر، نانو وصل. ما مشكلته؟ علقت المادة اللزجة في داخله. غزل البنات. حددت مكان طارق. عرفت. نانو، من أي جهة؟ الحقوا بي. هيا، فلنذهب لنسترجع الجهاز. حسناً. طارق، أعد لي الجهاز. لماذا لا تأتي وتأخذه بنفسك يا منصور؟ انتبه. لا. لا، هذا لا يبدو جيدا. ممتاز يا نانو، انزله إلي. ماذا جرى؟ تستطيع
طويلة. نحن يجب أن نسيطر على الجهاز قبل أن يدمر المول. انظر! طارق يهرب! هيا الحقوا بي! عرفت كيف سأوقفهم. أحتاج إلى التعديل قليلاً في إعدادات جهاز الزمهرير. عبي، عندما أقول هيا تشغل النافورة. هيا بنا من هنا. هيا! أمسكت بكم. هذا سيبرد أعصابهم. يجب أن تكون هناك طريقة نعكس فيها قطبية الجهاز كي نذيب الثلج. أو ممكن أن نستخدم سخاناً كبيراً. شمّة، لديك سخان الآن؟ أجل، موجود هناك. صحيح، الشمس. كل ما نحتاج إليه هو أن نفتح الأبواب ونترك الشمس تقوم بعملها. هيا! شكراً على المساعدة. سنهتم بهؤلاء الأشرار. أتمنى ألا يتجمد دماغك يا طارق. عصير مانجو منعش مع رشة من المشاغبة. لذيذ. أهلا بكم في اسكتلندا، بلد وحش اللوكنس. قلت وحشا؟ أجل صحيح، إنه يعيش في البحيرة القريبة من هنا. هل ما يقوله صحيحا؟ لست متأكدا. نانو، أخبرنا عن وحش اللوكنس. وحش اللوكنس يعتبر كائنا بحريا يعود إلى ما قبل التاريخ، وهو يعيش هنا. نعم، إنه هو. لا تخف يا عبيد يا بني، إنها مجرد أسطورة. والآن، هل ترغبون بالذهاب إلى الصيد؟ طبعاً، أكيد. وأنا أيضاً، هيا فلنذهب لنصطاد في بحيرة الوحش. أنا أعتقد أنني سأبقى هنا. هنا المكان آمن. حسناً، تفضل. يمكنك مشاهدة الوحش بهذا، وفي حال حدوث أي مشاكل انفخ في هذا البوق. شكراً. أما أنتم الثلاثة فاتبعوني. نراك لاحقاً يا عبيد. استرخي يا سالم، لا يوجد وحش هنا. أنا مسترخٍ، صدقني مسترخٍ، ما من شيء يوترني أساساً. Oh!
ساعدوني، أنا هنا، أنا عالق. مرحبا، من هنا؟ شكرا لك. تعرفون، لن نجد شيئا لنصطاده في هذه البحيرة. هناك شيء ما. لا تذهب، لا تذهب، ابقى هنا. ما بك يا سالم؟ مستحيل. أرجوكم فلنذهب، فلنذهب من هنا. ماذا؟ هل انتهيتم؟ إنه كبير. على مهل، على مهل، واحد تلو الآخر. منصور، رأينا وحش اللوكنس. وأنا أيضا رأيته. ها؟ هل أوضح لكم؟ انظروا. أرجو ألا تكون خدعتي قد أزعجتكم، إنها فقط لإضافة جو من المراحل للسياح، لقد صنعتها بنفسي. أنت خدعتنا بالفعل. أساساً كنت أعرف أن هذا ليس حقيقياً. لكن أنا قد رأيت الوحش الحقيقي. لا يا عبيد، هذه مجرد خدعة. أنا لا أتكلم عن الوحش المزيف الموجود هنا، أنا أتكلم عن الوحش الحقيقي الموجود هناك. هذه الشجرة يا عبيد. أجل، الوحش الحقيقي كان بقربها. وكيف كان شكله؟ في الواقع كان لطيفاً. هذا خبر جيد، إذن سوف تذهب للاصطياد معنا. أنا ليس عندي مانع أبداً. لا أحد يعرف، ربما أجد وحشك وأصطاده يا عبيد. أنت تحتاج إلى صنارة أكبر من هذه. عبيد، يمكنك رؤيته؟ لا، ليس الآن. لأن هذا ليس حقيقياً. لا، حقيقي. الآن سأثبت لكم، انظروا. لدي شعور سيء حيال هذا الأمر. نانو، امسح البحيرة وأخبرنا ما هو هذا الشيء الذي يقترب. حاضر منصور. جذع شجرة. هذا هو وحشك يا عبيد؟ جذع شجرة؟ لا، هذا وحشي. ارجعوا إلى الوراء، قد يكون خطيراً. أحسن، أو ربما لا. ما الذي يحصل؟ نانو، ما هذا بالتحديد؟ لا تخف، لا تخف أبداً، هذا نانو. فصيلة مجهولة، لا يمكن تحديدها، غير موجودة في قاعدة بياناتي. شكراً نانو.
أنت تقصد أن هذا الشيء هو وحش اللوكنس الحقيقي؟ أجل، وأنا الذي وجدته. كان هذا رائعاً. يبدو أنه مضحك جداً. كان هذا رائعاً. سلامة وشكرا جزيلا. صدقتموني الآن؟ قلت لكم رأيت الوحش. أكيد يا عبيد، أكيد. ولكن ماذا؟ لن تصدقوا ماذا حدث هنا. وأنتم لن تصدقوا ماذا حدث هناك. اصطدتم شيئاً؟ نوعاً ما. حسناً حسناً، ستخبروننا عندما تصبحون جاهزين. نحن آسفون أننا شككنا بك يا عبيد. لا لا لا، لا بأس، نحن نصدقك يا عبيد. لكن من سيصدقنا؟ أنا شخصياً لست متأكداً إذا كنت أصدق. صباح الخير سيدتي، كيف أساعدك؟ يبدو أنك تعرفني. ها؟ من التلفزيون. لا لا أظن. بالتأكيد تعرفني، تراد أشهر صياد في الدنيا. من؟ أنا شخصية تلفزيونية، أنا من يصطاد الحيوانات الكبيرة والصغيرة. مصارع الوحوش في كل مكان. أجل. لا. بالتأكيد رأيتني في التلفزيون، غير معقول. انتظر دعني أريك، سوف أجده. فقط لو كانت خليل. نعم سيدي. شغل هذا مجدداً. قلت شغل هذا. من سهول الصحاري المغبرة. أوه.
إلى أعماق المحيط الهادئ. يصارع صياد تراب الموتى بشجاعة ليسرد أسطورة لا تنسى. انظر! الآن سترى. حتى إلى لحظة السقوط المغزي في محاولة الانقضاض على آخر مها ذهبي على وجه الأرض. هذا لم يكن الفيديو الذي قلت لك عنه. ما كنت ستضحك هكذا لو كانت لدي فرصة ثانية وأصبت المها. أخ، فقط لو لم ينقرض. انظري مستحيل، أول مرة أرى مها بهذا اللون. فلنكتشف ما هي فصيلته. أي نوع هذا المها؟ لن يتطلب وقتاً. منصور، عليك أن تساعدنا على الفور. حسناً. لم أعرف أن الصورة ستنتشر بسرعة في كل مكان. ماذا؟ الآن سيأتي العالم كله إلى هنا ليبحث عن المها الذهبي المسكين. سوف ينقرض بالفعل، وكل هذا بسبب أنا. شما، اهدئي. والآن ظهر ذلك الصياد الغريب تراد، يقول إنه آت ليصطاد هذا الحيوان المسكين. ها؟ من؟ عليكم مساعدتي لكي نمسك به ونضعه في مكان آمن. لا تبقوا صامتين، قولوا شيئاً. كيف سنجد المها الذهبي؟ هذا سهل، بالتأكيد هو يأكل ويشرب، صحيح؟ ممتاز، والآن كيف سنمسك به؟ كوتي كوتي. أي الخبر صحيح، المها ما زال حياً. جهز الدراجة، يجب أن نحذر للغاية. اترك الحبل. قلت لك اترك الحبل. انظروا، يبدو أنه عالق. لا أعرف، يبدو أن المكان آمن هناك. شباب، يجب أن لا نخيف. انزلوا عن الدراجات. ماذا؟ ما المشكلة؟ لا تستطيعون المشي قليلاً؟ بالتأكيد نستطيع، لكن نحن نفكر بكنا أنتن يا فتيات. أنا أريد ماء. ما تعبت. ماء ماء شاورما. لدي بعض العصير. عنب. تفاح. حسناً. إذن مستعدون؟ أجل مستعدون. أكيد. هيا بنا. أمسك بهذا، أنا سأحضر الدراجة. أوه.
جاهز؟ أين الحامل الثلاثي؟ في الحقيبة. والأشرطة؟ إنها في الجعيب. والبطاريات؟ في نفس المكان. حسناً، مشحونة؟ أجل، تريد أن تعمل الآن أم ماذا؟ الإضاءة لم تعجبني كثيراً. هيا! حسناً، حسناً، أكشن! أنتم، ماذا تظنون أنكم تفعلون؟ ترين جيداً. ليس عندي أدنى فكرة. أنا على وشك أن أنقض على المها الذهبي. بالبيجامة؟ هذه ليست بيجامة. أنا أرى أنها بيجامة. هذه تدعى ديكونتراكتي، أي لباس مريح. بيجامة. بيجامة. بالتأكيد بيجامة. بيجامة. أجل، بيجامة. أجل، أنا أيضاً ظننتها بيجامة. بيجامة أم لا؟ هيا أدر الكاميرا كي نبدأ. أريد القضاء على المها الذهبي لأمتع كل متابعي على التلفزيون في العالم كله وأسترجع كرامتي. لماذا يبدو أصغر من قبل؟ أتعرف؟ أنا لا أظن أن هذا المها هو آخر مها ذهبي على الأرض. لما لا؟ لأن هذه أمه ومن الواضح أنها ليست سعيدة. ها؟ هذه أنت؟ سيدي، لا تقلق، لا تقلق يا سيدي، صورت كل شيء بالكاميرا. حقا؟ دعني أرى. أنا سوف أجد المها الأم وأنتقم منها، حتى لو كان آخر أمر أفعله في حياتي كلها. في الواقع، إذا وضعت هذا التسجيل للمها الذهبي على التلفزيون، ستكون قد وضعت فصيلة في خطر مرة ثانية. بدلاً من أن تحاول القضاء عليها وتتسبب في انقراضها، احمها. توجد مقالة مهمة جداً على موقع حماية الكوكب. سوف أرسل إليك رابط المقالة، وأنا متأكدة أنك ستغير رأيك. هيا قل لي ما هو الإيميل. أخبرنا يا طراد، ماذا وجدت في الصحراء بعد تجولك لعدة أيام؟ أريد أن أؤكد لكم أن المها الذهبي لا يزال منقرضاً، وتلك الصورة المنتشرة على الإنترنت خدعة. المها الذهبي ليس أكثر من أسطورة. الحمد لله، الحمد لله. هذا بالتأكيد بسبب المقالة التي أرسلتها إليه. صحيح، المقالة رائعة، لكن الملف الآخر الذي أرسلته إليه هو الذي غير رأيه فعلاً. أي ملف؟ الفيديو الذي صورته في هاتفي. حديقة كرينسي سيبلات، واحدة من أكبر الحدائق في أندونيسيا. كانت في السابق موطناً لوحيد القرن السومطري، ولكن للأسف لقد انقرضت هذه الفصيلة. ولكن لا زالت الحديقة تحتضن التبير ودب الشمس والفهد المرقط ومئات الأنواع من الطيور وسبع فصائل من الثدييات الرئيسية. وكذلك توجد في الأدغال مجموعة كبيرة من أشرس الحيوانات في آسيا، كالفيل السومطري القوي والنمر السومطري. ولكن يقال إن هناك مخلوقاً في الأدغال أقوى بكثير من الفيل وأشرس من النمر. هذا الوحش
يعرف ب أورانج بندك وتعني بالأندونيسية الشخص القصير، ولكن لا تنخدعوا بهذا المعنى، فكل من شاهده لم ينجو ليخبرنا عما حصل به. لا داعي للخوف أبدا، هذه مجرد خرافة. هل رأيت هذا؟ بلبل كريمي مخطط. منصور، انظر إلى هذه الحركة. تركي، حاول أن تفعل هذه الحركة. حسناً، انظر إلى مهارتي الآن. هيا يا شباب، يجب أن نلحق بالآخرين. أين ذهب الآخرون؟ ربما هاجمهم النمر. ربما هاجمهم الأورانج باندك. لا النمر هاجمهم ولا الأورانج باندك. على أي حال، هذه مجرد خرافة. نحن بالتأكيد مشينا في الطريق الخطأ. أنا لن أعود إلى هناك. اسمعوني، ما من طريق أمامنا، يجب أن نعود. نستطيع الجلوس هنا، المكان جميل جدا. تتكلمون بجدية؟ ما زلتم تريدون الجلوس هنا؟ إذا عدنا إلى هناك سنصبح وجبة للنمر. وجبة للأورانج باندك. لحظة، أعتقد أنني رأيت شيئا. منصور، ربما أمسك به الأورانج باندك. لا تكن سخيفا، هذا ليس وقت هذا الكلام. واو، رائع. هذا معقول؟ معبد مهجور؟ عجيب. هو مليء بال ذهب. المعابد المهجورة دائما مليئة بالذهب. كنت سأقول أفاعي، هيا لنعود. مستحيل، يجب أن نستكشف هذا المكان. وأيضا سنبحث عن الذهب. ما نوع هذا القرد؟ شمبانزي أو قد يكون غوريلا؟ الغوريلا والشمبانزي غير موجودين في إندونيسيا، فقط الأورانغوتان. أيًا يكون، لكن يبدو حقيقياً. حسناً، لماذا لونه مختلف؟ هل رأيتم ماذا فعل؟ ماذا؟ التمثال غمازني. ماذا تقول يا عبيد؟ لحظة، هذا ليس تمثالاً. إذن ما هذا؟ الأورانج باندك. اركضوا. ماذا سنفعل؟ دعونا ننتظر هنا، ربما يمل أو يجوع. لا 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 تجع. أرجوك لا تجع. لا أحد منكم يتحرك. أبو قرن؟
ولكن ما الذي حدث؟ تم إنقاذنا. سالم، يمكنك أن تتوقف عن البكاء الآن. ها؟ هيا، لقد أنقذنا، فلنتبعه الآن. أكثر واحد يعرف مكان المانجا اللذيذ هو أورانج باندا. هو مختلف تماماً عن الأسطورة. سنصبح مشهورين لأننا وجدناه. أكيد، وسنظهر في التلفزيون أيضاً. عبيد وصديقه الصادوق أيضاً الأورانج باندا. لا يا صديقي، العنوان سيكون تركي ومعبد الأورانج باندك المهجور. لحظة لحظة لحظة، ماذا عني أنا؟ ما رأيكم في سالم ينقذ الموقف؟ أجل أجل، لكن لم تقل لنا ماذا أنقذت بالتحديد. شباب، نحن يجب أن نجد المجموعة. عجيب، هذا المكان مرتفع جداً. هل تصدقون؟ هذا المنظر سأضعه بالتأكيد في فيلمي. طريق العودة، هيا بنا. منصور، الحمد لله أنك بخير. أبي، نعم الحمد لله. كيف وجدتم طريق العودة؟ هذه قصة طويلة وغريبة، لن تصدقها. لقد تبعنا مغيب الشمس. لا، لم نفعل. سالم، لقد تبعنا مغيب الشمس. صحيح. على أي حال، بالتأكيد أنتم جائعون، هيا فلنذهب. لماذا لم تخبر والدك عن الأورانج بانديك؟ سنصبح مشاهير ويصورون لنا فيلماً. إذا قلنا لهم ما رأيناه، ستأتي الناس إلى الأدغال والكل سيبحث عن الأورانج بانديك، وربما بعدها يضعونه في حديقة الحيوانات. لذا الأفضل أن يبقى الموضوع سراً بيننا. صحيح، أنت محق يا منصور. صحيح صحيح.